النجوم والمجرات. كان إحساسا بطعم خاص أن تعتلي باحثة مريم شديد صهوة القطب المتجمد الجنوبي حاملة للعلم المغربي، غير متأثرة بدرجة الحرارة المنخفضة جدا. وكان حدثا مثيرا بالنسبة لوسائل الإعلام والمحيط العلمي الغربية. أول عالمة فلك عربية مغربية تصل إلى أول عالمة فلك عربية مغربية تصل إلى هذا القطب في رحلة ظلت إلى العهد إلى عهد قريب حكرا على الرجال. استطاعت مريم أن تقتحم المعهد الوطني للبحث العلمي في باريس بفضل حماسها الشديد وعطشها للعلوم الفلكية التي داعبت خيالها وطموحها منذ كانت صغيرة في مرحلة الإعدادية في الدار البيضاء. تتميز مريم جديد بصفاتها الدينية دينها وقدرتها على الاحتفاظ بابتسامتها التي فيها كثير من التحدي والرؤية العلمية النافذة. كانت تتحدث عن النجوم كما تتحدث عن أصدقائها الحقيقيين من لحم ودم. اكتسبت القدرة على توغل في هذا العالم الشاسع الملهم متحلية ببساطة والتواضع بين نظرائها من العلماء. ولم يكن المرور عبر السنوات تحصيل والمعرفة في هذا المجال مفروشا بالورود. ولم يكن الانتقال من المغرب إلى فرنسا للدراسة والحصول على الألقاب العلمية طريقا سهلا بل كان طريقا شاقا. إذن عليكم بالاعتناء بهمزة الوصل، وعليكم كذلك بالتوقف حين ترون الفاصلة والنقطة فقط، ولا تتوقفوا داخل الجملة. جيد؟ جيد. إلى اللقاء والسلام عليكم.